مفروض تدلع الستات، انا دلعك بطريقتي. ممكن يبقى في شويه تمثيل او شويه كذب. رانيا يوسف تتصدر الترند من جديد بسبب جرأتها. القصه دي كتير في المحاكم كتير. كات ديليت على طول. لو رغاية قوي، لان انا ما بتكلمش كتير، فلو لقيت اللي قدامي بيرغي كتير لا اقفل منه. لو حسيت انه بخيل، لو حسيت انه بصباص، يعني في حاجات كده تقفلني على طول من اول ديت، اللي هو كات ديليت على طول. هي دي الصفات اللي ممكن تخلي رانيا يوسف ما ترجعش تطلع ديت مع راجل مرة تانية. وبعد الحوارات اللي دارت بين رانيا واحمد والي اللي شاركها في البلايند ديت، في الاخر جوابها كان نو، يعني انها مش هترجع تطلع معاه مرة تانية. هاي هاي ازيك؟ والسبب كان مفاجئ. عشان احنا كنا كويسين جدا بقول نو، لان ما عنديش استعداد اعمل نفس الغلطه رابع مره. فباين ان رانيا عايزه حد تتخانق معاه مش تتفق معاه، او نقدر نقول انها تعقدت من موضوع الجواز بشكل عام. انا واحده من الستات اللي عانيت جدا في قصه الطلاق والاطفال والنفقه، والقصه دي كتير في المحاكم كتير. وزي ما انت شايفه مسلسل زي تحت الوصايا او مسلسلات كتير ابتدت تناقش القصه دي. فانا حاسه ان احنا ده وقتنا، ان احنا لازم نعمل حاجة، انه احنا نحاول نغير في القوانين اللي موجود لصالح الاطفال نمبر 1، ولصالح الستات اللي بتتبهدل عشان تاخد حقها. ومعاناة رانيا ما كانتش بس في الجواز، فكمان كشفت انها عانت في التواصل مع والدتها في صغرها. كان عندي دايما مشاكل مع امي، انه انا وهي مش بنعرف نتكلم خالص ولغاية دلوقتي. فالمعروف عن رانيا انها صريحة، وعشان كده دايما بتكون محط جدل، ان كان من ناحية تصريحاتها او اطلالاتها. فمن الطبيعي ان من بعد عرض الحلقه دي اسمها يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى يوتيوب. رانيا بتحب تجرب حاجات جديده، واحنا عارفين ده عنها، وشيز فيري كاريزماتيك، فحسينا ان هي انسب حد تبقى معانا في الحلقه دي من ذا بلايند ديت شو. لازم نختار ناس كاريزماتيك بيعرفوا يتكلموا قدام الكاميرا، هتندهش. عشان كده اختيار رانيا لانها تشارك في البرنامج ده كان صح. هي الفكره حلوه، لانه من غير اقنعه، من غير تمثيل، وده شيء لطيف، لانه دايما انت عارفه في الاول كل حاجه في الاول، لو هم عارفين بعض او عندهم شويه باك جراوند عن بعض، ممكن يبقى في شويه تمثيل او شويه كذب لغايه ما اتاكد انها خيانه فعليه بكل جوانبها.